مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه صبحيه. ربنا يا رب يجعل ايام حضراتكم كلها صحه وسعاده وحب ورومانسيه. وانا ماشيه في الايام الاخيره دي، ويمكن من فتره، مش يعني مش الايام الاخيره بس، من اكتر من سنه سنتين كده، لقيت فكر الشباب اتغير. بلاقي ان الناس ممكن يكونوا خارجين جامعات تعليم عالي، وحتى في ناس بتبقى عامله بتحضر لماجستير ودكتوراه، وبلاقيهم مش بيقفوا عند الظروف اللي هم بيمروا بيها. يعني لو في مشروع ممكن يفتحوه حتى بتكلفه قليله جدا بيعملوا ده، حتى لو كان المشروع ده مجرد عربيه اكل او عربيه متجوله. طبعا والعربيات دي بتبقى مترخصه من الحكومه، وحتى الحكومه عامله تسهيلات كتير جدا، وتحديدا وزاره الاستثمار في موضوع فكرتك شركتك، وفي تمويلات كتير للشباب. ولكن ما بقاش الفكر زي زمان ان انا لازم اشتغل مهنه ثابته قطاع حكومي، حتى حاجه ليها علاقه بمجال الدراسه بتاعتي. بيشتغلوا اي حاجه، بيشتغلوا كل حاجه بمنتهى الاريحيه. كمان فكره الوضع الاجتماعي، وان انا يكون ليا وضع اجتماعي معين او تايتل معين، لا، الكلام ده ما بقاش موجود. حتى فكره الزيجات الخاصه بالشباب في التوقيت ده تحديدا، مبسوطه ان في بعض التيسيرات شويه من اولياء الامور، انه مش لازم جوز بنتي يبقى بيشتغل كذا، او البنوته تبقى سقف طموحاتها عالي شويه. فانا مبسوطه وسعيده بالفكر ده، وان الشباب لسه مكملين، وفي ناس نجحت بالفعل ومن عربيه اكل فتحت محلات. وغير كده كمان ان السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في التسويق، لانه اي مشروع يعني فعلا عايزينه ينجح لازم نسوق له بشكل كويس. فهم بقوا بيستغلوا الموضوع ده، وبقى في تجاره مربحه جدا حتى من التسويق على السوشيال ميديا، والناس بتتفاعل. حتى ابسط حاجه، ستات البيت بقوا بيعملوا بيجات وصفحات خاصة بيهم، وينزلوا منتجاتهم ويسوقوا لنفسهم وبيبيعوا من على طريق الانترنت. احنا بقى مطلوب مننا ايه؟ يعني انا كمستهلك مطلوب مني ايه بجميع الفئات بتاعتي، من الغني للفقير، او حتى لمتوسط ومحدود الدخل، ان انا مفروض ادعم، يعني الدعم يتقدم فعلا للناس دي. ما روحش بس سوبر ماركت كبير او هايبر كبير، او حتى بتاع الخضار الكبير اللي احنا بنروح نشتري منه، لا. انت لو لقيت ست قاعدة بعربية خضار او براسة خضار، او شاب واقف مثلا عامل عربية شاي قهوة وحاجات من دي، بنوتة جميلة فاتحة عربية اكل، حد بيبيع اكسسوارات، حد بيبيع مشغولات يدوية، فعلا روحوا واشتروا من الناس دي. الهايبر ماركت والحاجات الكبيرة، سوبر ماركت الكبير والحاجات دي، مش محتاجين قوي للدخل او كمية الشراء الصغيرة، على قد ما هيستفيد منها الشاب او الفتاة اللي فاتحين مشروع كبير. دعموا بعض، اقفوا جنب بعض، ساعدوهم، اقفوا جنبهم عشان يكبروا، وعشان كمان انتوا تستفيدوا، لان فعلا منتجاتهم حلوة جدا جدا، وكمان اسعارهم احلى بكتير. بحيي الشباب، ويا حلاوة الايد الشغالة زي ما دايما بنقول، ويا رب دايما مصر تبقى كبيرة وقوية بولادها وبشغلهم وبعملهم. وصباح جديد، صباح سعيد في ساعة صبحي.